النادي الملكي مهماس فدي كينظم واحد التظاهره اللي كتمتد على 3 ايام. التظاهره من فئه نجمتين اللي هي تظاهره وطنيه واللي مشاركين فيها من جميع انحاء الجهات المملكه ومن جميع الفئات العمريه وكتمتد على 3 ايام. حنا اليوم السبت عندنا واحد ليبروف اللي هي كاليفيكاتيف لكاس العرش ان شاء الله، وغدا ان شاء الله غتكون عندنا واحد يكون عندنا لو غران بري بمثابه النهائي ديال هذه المسابقه. وبيان سور الفرسان منها كيجمعوا النقاط ديالهم باش يتاهلوا لبطوله المغرب في اخر السنه، وكياخذوا بيان سور ليكسبيريونس مع 3 ايام ديال الركوب. الحمد لله النادي كل عام كنشوفوه في حله ما احسن. هذه 3 سنوات وحنا كنحاولوا كل تظاهره نزيدوا شي حاجه. هاد التظاهره هاد 3 ايام يعني حاولنا نبدلوا الحلبه كيف ما كتشوفوا، يلا كملنا الانجاز ديالها، ونتمنى من الله نكونوا عن حسن الظن لي كافالي. الكومبيتيسيون الحمد لله منظمه في الكلوب ديالنا، انا سعيد بزاف الحمد لله. التنظيم تبارك الله كل شيء هو هذاك، لي كارير مقادين، ما كاينش داك المول خايب. الحمد لله دابا دازت لي بروف ديال 125 ركبت فيها الحمد لله، درنا ان بون ريزولتا، وان شاء الله في 135 حتى هي دوز بخير ونتسير ان شاء الله فيها نديروا فيها شي حاجه زوينه. هذه المسابقه بدات اليوم الجمعه اللي بدات اللي فيها كانوا فيها كاع لي زوبروف من لارابار حتى ل 135. انا كنت شارك في 135 اللي دازت السنه والحصان ديالي مزيان، رغم درنا 4 بوان في لافون ديرني، وان شاء الله ماشي مشكله. حنايا هذا الشيء 4 بوان تقدر تعاونني باش نركز على شحال ديك الاغلاط اللي درت في نهار الجمعه ويكونوا نهار الاحد ان شاء الله بحول الله في الاوبن كونتري. هذا السبور بديتو بواحد صديقة الاب ديالي، من غير هذه كان الاب ديالي كيعجبو هذا السبور من صغره، وكان كيتمنى نكون واحد من ابناء ديالي يكون في هذا السبور. هو صديقة الاب ديالي هو اللي كان اقترح على الاب ديالي نجيو عنده لهنا لهذا الكلوب نيت اللي كنت فيه اول مره جربت فيه، درت فيه لا لونج، ومن تما كنا في هذا السبور.